لحضراتكم من جديد. اتكلم مع حضراتكم قبل المداخله ما تقطع على منتخب مصر والكلام اللي قاله الاستاذ ابراهيم المنيسي على ان منتخب مصر لابد ان يفوز على منتخب روسيا ومنتخب السعوديه علشان يضمن وجوده في الدور ال 16. لكن هنرجع سريعا الى طبعا تليفوننا مع الكابتن سعيد العويران زي ما قلت لحضراتكم صاحب الهدف التاريخي لمنتخب السعوديه امام منتخب بلجيكا. كابتن سعيد برحب بحضرتك. حبيبي يا استاذ عمر ارحب فيك وبالاخوه المشاهدين وان شاء الله عيد عليكم مبارك جميعا والله ان شاء الله يحفظ بلاد المسلمين جميعا. كابتن سعيد طبعا حضرتك واحد من نجوم المنتخب السعودي اللي شاركت مرتين واحرزت هدف تاريخي في مرمى منتخب بلجيكا، لكن حضرتك كمشجع ومحلل طبعا ولاعب كبير لما تشوف منتخب السعوديه بيخسر بخمس اهداف مقابل لا شيء من منتخب متواضع المستوى هو المنتخب الروسي، فتعليق حضرتك ايه؟ والله زعلنا يعني، وانا متاكد ان اخواننا في مصر يعني جميع الامه العربيه زعلانين عن النتيجه هذه. لا اكيد طبعا نعم، فاحنا طبعا معنا الدم والعروبه، الجميع زعلان والله، جينا بطولات من كل جهه يعني. صاحبي خليل يعني من صار لاعبين في بلجيكا مغربي اتصل علي من الامارات، محمد بن عبد الله من الطيران فلايت الامارات، الجميع والله زعلان، هذا اللي يحس بالنفس يعني. ولكن لو لعبوا وقدموا مستوى واحد ما بيجي، لكن للاسف انهم يعني ما كانوا عندهم ظن اللاعبين، ولكن نقول الله يسامحهم ان شاء الله ويبيض الوجه في المباريات القادمه. واعتقد انه الملك سلمان وولي عهده الله يحفظهم وايضا مع المستشار تركي آل الشيخ ما قصروا مع اللاعبين، ولكن حظهم جاء كذا يعني الخمسه هذه موجعه ومؤلمه لنا جميعا، ولكن اتمنى انه يعني امام الرسول يحسنوا الصوره ويقدموا اللي عليهم. الواحد يا اخوي عمر ما يزعل لما الفريق يكون لاعب كويس. تمام مظبوط طبعا. منتخب نعم، انا شفت منتخب مصر امام والله زعلت على الهدف في اخر دقائق، وكان الالتحام الاشتراكي افضل لنا يعني كمنتخب مصري، يعني كان المنتخب المصري صراحه رهيب، اشتراك جامد، التحام في رجوله، فصراحه زعلنا على الخساره يعني وقت ضايع، ايضا اخواننا المغاربه طبعا اكيد طبعا يعني عدم برضو ايضا الكره او كاس العالم كان قاسي جدا مع المنتخبات العربيه، واخر فرصه ايضا بس مباراه جامده جدا مباراه تونس وانجلترا. كابتن سعيد اسال حضرتك سؤال، يعني هل حضرتك شايف ان توقيت انتقال بعض اللعيبه من السعوديه الى الدوري الاسباني ممكن يكون اثر بالسلب على اداء ومستوى المنتخب السعودي؟ والله بالعكس يعني الفارق التمارين عندنا في السعوديه وفي مصر انا بتكلم يا كابتن سعيد في 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 سبع لعيبه انتقلوا الى الدوري الاسباني كلهم ما شاركوش يعني بكميه المباريات اللي مطلوبه من منتخب كبير زي منتخب السعوديه وكمان مشارك في كاس العالم، فانا بتكلم هل ده اثر على بعض اللعيبه او اللعيبه اللي كانت بتشارك في الدوري الاسباني مع منتخب السعوديه في كاس العالم، ولا حضرتك شايف ايه؟ والله استفاد اعتقد سالم المولد والشهري يعني الشهراني الشهري استفادوا يعني من التجربه، ولكن يعني ما كان هناك شرط يعني باستمرار، ولكن استفادوا من ناحيه التمارين والانضباط يعني احرى فيهم، لكن اكثر الناس اللي استفادوا اعتقد سالم يعني في المباريات الوديه شفتوه يقدم مستويات طيبه. يعني كابتن سعيد هاخد حضرتك لمباراه السعوديه واورجواي وحضرتك عايز اسمع منك وجهه نظرك الفنيه في المباراه، وايه اللي حضرتك متوقعه من المنتخب السعودي في مباراه قويه جدا امام خصم عنده ثلاث نقاط وعنده خط هجوم قوي جدا. والله بكل تاكيد اللي اتمناه ان مدربنا يلعب خطات اللي هي خمسه مدافعين واربعه واحد الامام، او انه خمسه خمسه اعتقد انه يعني تسكير النص الاعتماد على الهجمات المرتده هذا ممكن يجيب معنا نتيجه، ولكن شفته امام الرواي امام مصر صراحه مصر ما كانت تستحق الهزيمه يعني في الفريق القوي اللي هو مثلا في قوه الفرق المنتخبات الثانيه، لكن اعتقد امام مصر شفنا الرواي مش صعب يعني تحقيق جائز في كره القدم، ممكن تتعادل ممكن تكسب ممكن تخسر مع الرواي يعني ما في
كل الاحتمالات موجوده، لكن احنا نبغى انه يقدموا بس مستويات طيبه، القتال على الكوره، الانسحاب، الارتكاب، واحد لازم يتكتل يعني لاعب الان بس تمشي يعني خطه المدرب اوكي، ولكن في احيانا انت لازم تتصرف بمجهودك تفكيرك ويعني مهارتك كلاعب. فاتمنى ان شاء الله السعوديه ان شاء الله تكسب الاوروغواي او تتعادل او منتخب مصر باذن الله. انا اعتقد معروف منتخب مصر راح يبين توجيهنا وكلنا نتعارض مع بعض يعني نكون يد واحده ان شاء الله. يعني اخيرا عايز اسال حضرتك، هل تتوقع صعود منتخب عربي لدور ال 16؟ ليش لا؟ والله يعني ننتظر تونس نشوف وباقي الامل باقي يعني. طبعا اكيد منتخبات عربيه خسرت تمام، لكن احنا مع 94 خسرنا اول مباراه من هولندا، ولكن كسبنا مباراتين اللي هي المغرب وبلجيكا واهلنا دور 16. كل شيء جائز. اسبانيا خسرت اول مباراه في كاس العالم من فتره واخذت كاس العالم، كل شيء جائز. يعني كابتن سعيد عايز اسال حضرتك سؤال يمكن خاص بيك، يعني ايه الفرق ما بين المنتخب السعودي مع الكابتن سعيد العويران في النسختين اللي شارك فيهم 94 و98 وبين المنتخب السعودي اللي بيشارك في كاس العالم 2018؟ كبير يعني تقول انهم دخلوا بين 16 لما كنا في الاطراف. بس يا كابتن سعيد، بس يا كابتن سعيد الاجسام كانت قويه طبعا، بس حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني كان عندك مهاره وسرعه وبتقدر ان انت يبقى عندك حلول، فده اللي احنا مفتقدينه في المنتخب السعودي. والله هم شوف لاعبين كويسين وكذا، ولكن ما في مقارنه خبر بسيط فرق، ولكن احنا مأمرين بهذول فيهم الخير والبركه، واعتقد انهم ان شاء الله راح يكونوا عند كاس الافضل. فانا دائما انا قلت قبل كاس العالم اذا تبغى تكون لاعب عالمي لاعب تعمل بصمه لازم تقدم مجهود يعني جبار، لانه اغلب اللاعبين مثلا تكون لاعب محلي يعني الدوري السعودي غير اللعب في الدوري السعودي، غير اللعب في كاس العالم، غير اللعب في قارات بطولات القارات. هنا الفرق يعني اعتقدناه في المباراة اللي راحت، اللعب في الدوري غير اللعب في كاس العالم، فيجب على اللاعب انه يثبت بصمه، يقدم يعني انت مرتدي شعار بلدك يعني لازم يعجب استخدامك، انت كالجندي كالعسكري كانك على الحدود لازم طبعا اللعب وتكون يعني رجل في الملعب. طيب انا عايز اعرف كابتن سعيد، عايز اعرف راي حضرتك الشخص ايضا في محمد صلاح نجم منتخب مصر واللي ما شاركش في اولى مبارياته مع منتخب مصر ضد الاورجواي. والله يا محمد صلاح ده مكيفني يعني انا بمخبط لما بشوفه، والله زعلت لما تعور في مباراه نهائي دوري ابطال يعني اوروبا. والله المباراه ماتت عندي يعني، رحت انا غيرت مكان يعني ما كملت الشوط الثاني يعني شفت الشوط الاول فماتت المباراه، لما طلع هو صراحه المباراه يعني انا خلاص ما صارت عندي يعني ما تفرقش يعني، ف والله زعلت كثير. حتى اللاعب سهل سلس ممتع يعني، مش اللي من النوع اللي بصوت الكوره يعني القوه اللي هي لازم يرسم حلو يسحب كويس يعني يمتعك يكيفني صراحه. اتمنى له ان شاء الله المشاركه المباراه الجايه، واتمنى له التوفيق، واتمنى انه الزملاء يساعدونه في المباراه الجايه وانه يقدر يلعب ان شاء الله يكتشفه احسن، وهذا فخر لنا محمد صلاح واللاعبين الكبار احنا نفتخر فيه صراحه. انا اعتبره لاعب سعودي مش مصري، محمد صلاح ومنتخب مصري منتخب سعودي والسعودي مصري كلنا حبايب اخوان، ولكن الاعلام اتمنى انه ما يوتر بيننا العلاقات، لانه السعوديه بدون مصر ولا حاجه ومصر بدون السعوديه ولا حاجه، بلدين قويين الايام من قبل ما نولد احنا في علاقه كبيره. اتمنى من الشارع الرياضي الجماهير يقفون ورا الناس الاعداء اللي قاعدين يحركوا بين البلدين. انا صراحه يعني عمر انا في مصر اقعد اكثر ما اقعد في السعوديه، انا بقعد تسعه في السنه يعني 12 شهر انا بقعد تسعه شهور في مصر. الله كابتن يعني نشجع بعض نحب بعض اكثر، كيتي والملك سلمان كلهم يعني يسعون ل يعني الحفاظ على
الأمة العربية والقوة العربية لو راحنا مش في صالحنا ولا في صالح الأمة الإسلامية. كابتن سعيد يعني بشكرك شكرا جزيلا على الشعور الطيب وعلى الكلام الطيب على منتخب مصر وأيضا على محمد صلاح، يعني لاعب كرة عزيز علينا كلنا وأخ عزيز، وأكيد سمعنا منه كلام طيب جدا 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 بيدل فعلا أن الشعب السعودي والشعب المصري هم شعبين أشقاء، وبالتالي يعني لو حد حابب أنه يفسد العلاقة مش هيقدر.